مسجد بني من أجل القبر، والقبر ليس داخل المسجد ولكنه عن يسار المصلين خارج المسجد، ولا توجد مساجد قريبة غيره، وأقرب مسجد يبعد عنا 1 كيلو. لا تصلي في المسجد الذي فيه قبر، لا تصلي، لأن أنت تقول المسجد بني من أجل القبر، معناها أنهم يعظمون صاحب القبر ويدعونه من دون الله فلا تكثر سوادهم، اذهب للمسجد البعيد.